Assalamu alaikum, akhi, tuto, Faris, Hajri, كيف حالك عائلتك؟ إن شاء الله تنجحين بخير وعلى خير إن شاء الله يا رب. أنا اسمي فاطمة، اسمي الشخصي فاطمة، واسمي العائلي أنوار، وأنا مغربية مقيمة بالديار البلجيكية. أنا استعملت الماء الساخن والحمد لله لمدة تقريبا شهرين. اتشفيت الحمد لله من الربو، كنت استعمل البخاخ واتشفيت من الربو الحمد لله يا ربي، والفضل يرجع للدكتور فارس الحجري. وحتى من ناحية الذاكرة حسيت بأن عندي تحسن كثير، يعني الذاكرة صارت عندي ذاكرة يعني أقوى من الأول الحمد لله. الحمد لله أنا ما عندي مشكلة مع الذاكرة، ولكن حسيت بأني عندي فيها تحسن كثير، يعني اختلف عندي مع الماء الساخن، شرب الماء الساخن اختلف عندي يعني مع شرب الماء الساخن، وانخفض وزني تقريبا 8 كيلوات تقريبا، انخفض وزني الحمد لله. ومن ناحية ديال الإمساك يعني عندي مشاكل مع الأمعاء، يعني قليلا ما عزكم الله أروح الطواليت، يعني صرت يعني أروح مرة مرتين في اليوم، ما عاد عندي مشكلة من ناحية هذه الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله يستاهل يعني الدكتور فارس الحجري يعني الشكر كتير كتير كتير. وانا بالنسبة لي انا شخصيا افتخر فيه كإنسان يعني مسلم وعربي، يعني بهذا الذكاء يعني بهذا الانجاز العلمي، يعني واحد يعني عربي مسلم يعني كل مجهد، يعني بالنسبة لي انا شيء يعني افتخر فيه صراحة. عندنا يعني دواء في الماء، يعني ما كنا نعرف بأن الماء يعني فيه دواء لهذه الدرجة هذه الحمد لله. والله يعني شو بنقول، والله شهيد على ما أقول الحمد لله. كان عندي مشكلة كثير يعني مع أنا عندي الحلول العصبي، كنت يعني عندي مشكلة من ناحية ديال يعني الإمساك عزكم الله، يعني ما أروح كثير طوالي. الآن صرت يعني أروح ثلاث مرة مرتين الحمد لله، والربو الحمد لله ما عاد من البحر الحمد لله رب العالمين. وحتى من ناحية البشرة يعني صارت بشرتي يعني فيها بريق، واختلف الأمر كثير يعني الحمد لله، اختلف كثير الحمد لله. أنا يعني ننصح يعني كل الناس يعني يعني صدقوا الدكتور فارس الحجري، يعني صراحة هذه يعني ماشي إني أنا كنت أتكلم يعني وأنا صائمة في رمضان، يعني هذه عن تجربتي يعني جربت أنا هالشي هذا يعني مدة شهرين، قريب على شهرين تقريبا وأنا أستعمل. أما بالنسبة للإمساك من الأسبوع الأولاني أنا تخلصت من الإمساك، يعني الأمعاء يعني في مشكلة ديال روح الطواليت عزكم الله، يعني من الأسبوع الأولاني تخلصت من المشكلة الحمد لله يا ربي. نتمنى نتخلص من كل المشاكل، ونشكر أخي دكتور فارس الحجري من سلطنة عمان، شكرا كثير شكرا، والله يوفقك إن شاء الله يا أخي، جزيل القدام إن شاء الله يا ربي. إحنا دائما كان بالنسبة لي أنا شخصيا كان أراقب دائما يعني أتفرج على البرامج اللي قدمها، ومعجبة بها كثير يعني، وكان أعمل لك لايك، ونتمنى كل الناس تعمل لك لايك وتشجع التعداد والإنجاز العلمي. الله يوفقك إن شاء الله يا رب يا كريم، يا رب يا رب يا كريم، وشكرا لك جزيل الشكر، وأحبك في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.